بسم الله الرحمن الرحيم، صباح الخير عليكم جميعا. نشكر كل المقيمين على اعداد هذه المنصه الخاصه في جامعه طرابلس ومتابعه الصالون العلمي الثقافي. اليوم الصالون العلمي الثقافي حيكون اليوم يشمل ثلاثه محاور. المحور الاول حيكون صحي وايضا اقتصادي ونفسي، التبعات الدوائية وقانون الصيدلة، نائب المدير العام للمركز الليبي لليقظة والمعلومات الدوائية ومراقبة الصدور. تبدأ المحاضرة بإذن الله، ستستمر تقديم الاستشارات بجامعة طرابلس، وتم تأكيده ليكون بشكل دوري بإذن الله، لذلك سمي بالصالون العلمي الثقافي طرابلس رقم واحد، حيكون في اثنين وثلاثة وغيرها. طبعا بسبب جائحة كورونا والتزاما بقرارات بما ثامنة وفعالا للوقاية من جائحة كورونا. طبعا لازم كل الناس تفرق ما بين معنى الجائحة والوباء. الجائحة هي اللي تنتشر ووصلت انتشارها إلى طبعا في المقدمه نقول انفلونزا الطيور والخنازير، والانفلونزا الاسبانيه اللي حطت ارواح ملايين البشر كانت هذه سنه 1918، وحاليا هذه الجائحه في 2020 فيها اصابات في هذه الايام على المستوى العالمي اكثر من 12 مليون حاله، عدد حالات الوفيات على المستوى العالمي نص مليون، على المستوى الوطني اصابات متعافيه 295 والوفيات 35 حالة. ورغم أن اختراع لقاح جديد يتطلب وقت طويل يصل ملايين الدولارات، تكمن فكرة تصميم دواء أو لقاح للفيروس بدورة تدخله في طريقة تكامله وبالتالي منعه من التكرار والنسخ داخل الجسم. تاريخ موجز لكيف هذه الفكره اللقاحات اللي هو العالم لويس باستير. لويس باستير هذا في 1885 هو اللي دار لقاح لعلاج الكلب اللي هو الريبس فاكسين، وهذا ادى هذا التاثير العالمي للويس الى توسيع مستوى اللقاح. مستوى اللقاح يشمل قائمه طويله من العلاجات التي تحتوي على التفاصيل. العوامل المحتمله تسبب مشاكل هي تلك التي لا يتعرض عليها الجسم. التطعيم هو طريقه لتعديل جهاز المناعه، كيفيه التعديل هي شكل مهم من اشكال الوقايه الاوليه، هذا يعني انها تستطيع حمايه الناس من المرض. لقد سمحت لنا اللقاحات التحكم في الامراض التي كانت تهدد حياه الكثيرين وتقضي على حياه ملايين البشر. الصالون طبعا هي فكرتنا بجانب التوعية، طبعا نتيجة للجائحة الموجودة جت فكرتنا الجامعة تقوم بدورها في توعية طبعا الناس والمختصين بالخصوص. فالصالون تاعت اليوم هو عبارة عن الجلسة الأولى أو الصال الأول، في ثلاث جلسات، في ثلاث محاضرات. الأولى خاصة بالجانب الصيدلي على الدواء، الثانية خاصة بالتأثير الاقتصادي على الجائحة على المجتمع، والثالثة التأثير النفسي على المجتمع. ندوة اليوم والصالون تاع اليوم طبعا هو مشاركين فيه أعضاء التدريس، طبعا هم خبراء طبعا في المجال هذا. الحضور طبعا عبارة عن أونلاين مفتوحة طبعا لكل، عندنا مجموعة كبيرة مشاركين من داخل الجامعة ومن خارج الجامعة.